السلام عليكم مشاهدي تلفزيون السمنة الكرام، أهلا بكم في حلقة من سلسلة حلقات اسأل طبيبك. نجيب علي سؤال لأحد المشاهدين، وعنوان الحلقة هو الاكتئاب بعد التكميم، ونلتقي في هذه الحلقة مع أستاذ الطب النفسي المشهور. أهلا بك بروفيسور. أهلا بك وبالمشاهدين الكرام. دكتور، هل الاكتئاب بعد التكميم حقيقة؟ الاكتئاب بعد التكميم هو أحد أعراض ما بعد التكميم التي قد يعانيها المرضى بعد عمليات قص المعدة. يحدث الاكتئاب في حوالي 20% من المرضى بعد عملية تكميم المعدة أو تحويل المسار. دكتور، ما هي أضرار التكميم النفسية؟ بجانب ما قد تسببه عمليات التكميم من أعراض جسدية، يعاني بعض المرضى الأضرار النفسية والتي قد تكون مؤلمة نوعا ما. وهنا وقبل الخوض في الإضرار النفسية للتكميم، يجب أن ننوه أن ما يصاب به المريض من اكتئاب أو قلق أو تغيير في السلوك بعد عملية التكميم فهي أعراض مؤقتة وستزول تدريجيا، وهذا ما يجب أن يعرفه كل مريض. وتتمثل أضرار التكميم النفسية في الاكتئاب بعد التكميم، حيث يلجأ الكثير من المرضى إلى الطعام كوسيلة لتخفيف الضغط النفسي، أو الإفراط في تناول الطعام عند الحزن أو الفرح، لذلك بعد التكميم لا يستطيع المريض فعل ذلك، مما يجعله فريسة للحزن. العصبية بعد التكميم هي أحد الأضرار النفسية التي قد يعانيها المريض، حيث يشعر المريض بالغضب والتوتر سريعاً. قد يؤدي التكميم أيضاً إلى ضعف الانتصاب عند الرجال، أو فقدان الرغبة الجنسية عند النساء، وذلك لعوامل نفسية تنتج عن تغيير الهرمونات المؤقت بعد العملية. ولكن بعد استقرار الهرمونات ومرور فترة التعافي تزول هذه الأعراض. الخوف والقلق المستمر من مضاعفات التكميم، مثل التسريب بعد التكميم والذي يعد الرعب لكل متكمم، والشعور بالخوف من زيادة الوزن بعد التكميم، أو من عدم وصول المريض إلى وزن المثالي بعد عمليات التكميم. الشعور بالحرمان الغذائي وخاصة في الشهور الأولى، والتي يخضع فيها المريض لنظام غذائي يعتمد على السوائل والطعام المهروس فقط. دكتور، ما هي أسباب الاكتئاب بعد التكميم؟ يعد من أكثر الأعراض النفسية التي يعانيها المرضى بعد التكميم، ويحدث لعدة أسباب، وهي مجرد تفكير المريض أنه سيخضع لجراحة سيتم فيها استئصال جزء من أحشائه. قد يصاب المريض بالاكتئاب. نقص الفيتامينات الذي يتعرض له الجسم بعد عملية التكميم يعد من أهم مسببات الاكتئاب بعد التكميم. الحرمان العاطفي من الطعام، فأغلب مرضى السمنة يستخدمون الطعام وسيلة لتهدئة الأعصاب والهروب من الضغط النفسي. إذا يفقد المريض هذه المتعة مما يشعره بالحزن، خروج المريض من دائرة الراحة، فأصبح اللآن مجبرا على الالتزام بالنظام الغذائي بعد التكميم وممارسة الرياضة، أي أصبحت على عاتقه التزامات لم تكن موجودة قبل التكميم. مشاهدة التلفزيون وبرامج الطهو أو إعلانات الطعام المختلفة قد تؤثر على نفسية المتكممين. وكذلك العزلة الاجتماعية خاصة في الأيام الأولى بعد العملية قد تتسبب أيضا في الاكتئاب. البيئة غير المشجعة أو المحبطة المحيطة بالمريض من الأهل أو الأقارب، فغالبا ما يوجهون انتقادات للمريض لخوضه العملية، وتعرضه لأضرار ومخاطر عملية التكميم. اضطراب الهرمونات، حيث إن حرق الدهون يزيد من معدل هرمون الاستروجين في الدم، وهذا الاضطراب الهرموني غير المعتاد يشعر المريض بالقلق والاكتئاب. دكتور، ما هي أعراض الاكتئاب بعد التكميم؟ فقدان القدرة على الفرح، فالأمور التي تدعو للبهجة والسرور لا يشعر المريض فيها بأي سعادة. المزاج الاكتئابي والذي ينطوي على العديد من المشاعر مثل الخوف والحزن والقلق والانفعال والرغبة المستمرة في البكاء. الشعور المستمر بالإرهاق وعدم القدرة على بذل أي مجهود، وكذلك فقدان الشغف، فالأمور التي كانت تسعده قديما لا تفعل الآن.
فقدان تقدير النفس والشعور بالدونية والتفاهة وعدم الثقة بالنفس، والشعور المستمر بالذنب واستحقاق العقاب، وكذلك الشعور بالندم بعد عملية التكميم. اضطراب النوم بعد التكميم، والذي قد يتمثل في قلة النوم، النوم المتقطع أو الإفراط في النوم، وفي بعض الحالة المتقدمة قد يصبح لدى المريض أفكار انتحارية. دكتور، ما هي طرق علاج الاكتئاب بعد التكميم؟ معظم حالة الاكتئاب بعد التكميم تشفى ذاتيا دون الحاجة إلى الأدوية، إلا أنه ربما تتطور بعض الحالات، مما يتطلب التدخل بالعلاج النفسي ومضادات الاكتئاب، ويتم علاج الاكتئاب بعد جراحات السمنة كما يلي: الدعم النفسي. يجب أن يحصل المريض على الدعم النفسي من الطبيب والأسرة، والذي له دورا هاما جدا في التغلب على الاكتئاب بعد التكميم. كما أن حصول المريض على الدعم من مرضى أجروا عملية التكميم أو تحويل المسار المصغر بعد التكميم له دورا كبيرا جدا في تحسين الحالة النفسية للمتكمم. العلاج النفسي يعد من الوسائل الفعالة جدا لعلاج الاكتئاب بعد التكميم، ويفضل الحصول على طبيب نفس على دراية بجراحات السمنة. يقوم الطبيب بعمل جلسات نفسية لمعرفة دوافع الاكتئاب لدى المتكمم، كما يقوم بتعليم المريض على كيفية التأقلم مع التغييرات المختلفة وتدريبه على ذلك. الأدوية ومضادات الاكتئاب بعد التكميم: في الحالة الصعبة من الاكتئاب بعد التكميم يمكن أن يلجأ الطبيب لاستخدام الأدوية إلى جانب الجلسات النفسية. يجب استخدام مضادات الاكتئاب كما يصفها الطبيب، مع العلم أنه ربما تستغرق الأدوية وقت قبل أن تصبح فعالة، ولا يجب أن تتناول الأدوية دون استشارة الطبيب. دكتور، هل التكميم يؤثر على العقل؟ لا يؤثر التكميم بأي شكل من الأشكال على إدراك المريض وعقله، كل ما يشعر به المريض هو بعض المشاعر السلبية والاكتئاب، والذي يزول بمرور الوقت. دكتور، كيف يمكننا تجنب الاكتئاب بعد التكميم؟ يمكنك قراءة تجارب التكميم الناجحة لتلهمك وتبث لك الطاقة الإيجابية. احرص على تناول الفيتامينات بعد التكميم وتناول الغذاء الصحي والمفيد. تجنب الاعتماد على الطعام كوسيلة للتنفيس عن ذاتك، وتوجه إلى الأنشطة الأخرى. تجنب العزلة، واحرص على مشاركة أصدقائك وأقاربك الأنشطة المختلفة والخروج لأخذ نزهة معهم. يجب عدم التفكير في مضاعفات العملية، والإدراك الكامل أن كل المضاعفات يمكن التعامل معها باختيارك الطبيب المتمرس. دع كل الأفكار السلبية جانبا وفكر في التغيير الإيجابي الذي سيطرأ على حياتك بعد التكميم. تجنب مشاهدة التلفاز، واحرص على ممارسة الرياضة بعد التكميم بانتظام، فالرياضة تساعد على إفراز هرمون الإندروفين الذي يسبب السعادة. في حالة شعورك بأي من أعراض الاكتئاب، أو حتى شعورك بضيق غير مبرر، كل ما عليك هو استشارة طبيبك، والذي بدوره سيوجهك للعلاج النفسي إذا استدعى الأمر. فكل جراح سمنة لا بد أن يتعاون مع فريق للعلاج النفسي بعد العملية. اعلم جيدا أن عملية التكميم منحتك فرصة لحياة أفضل، ويجب أن تستغل هذه الفرص جيدا لأنها قد لا تتكرر. دكتور، هل تتعارض الأدوية النفسية والتكميم؟ لا يوجد أي تعارض مع الأدوية النفسية والتكميم، فقط قم بإخبار الطبيب النفسي كونك خضعت لعملية تكميم، حتى يتفهم حالتك ويصف لك أدوية سهلة الامتصاص ولا تسبب حرقا أو تعب لمعدتك. دكتور، متى تتحسن نفسية المتكمم؟ يمكننا القول أن المتكمم هو من يتحكم في نفسيته، فإذا استسلم للأفكار السلبية سيعاني كثيرا مع الاكتئاب،
ولكن في المجمل تتعافى الحالات من الاكتئاب بعدما يصبح النظام الغذائي أسهل ويدخل الطعام الصلب، تبدأ نفسية المتكمم تتحسن. دكتور، وردتنا رسالة من أحد المرضى أصيبوا بالاكتئاب بعد عملية التكميم وتم علاجه. وهذا نص الرسالة، تحكي سين تجربتها مع الاكتئاب بعد التكميم قائلة: عانيت كثيرا مع تدهور نفسيتي بعد التكميم. كنت أشعر بالحزن والرغبة المستمرة في البكاء. ندمت على عملية التكميم، فكنت أرى ألذ وأشهى الطعام أمام عيني ولا أستطيع تناوله. أصبح نومي متقطع وفقدت شغفي في كل شيء. ذهبت إلى الطبيب وأخبرته بذلك، قام بتوجيهي لأخصائية العلاج النفسي، وصفت لي بعض مضادات الاكتئاب، ولكن أكثر ما ساعدني في التعافي هي جلسات العلاج النفسي والجماعي، فكلما رأيت مرضى تكميم وسمعت تجاربهم شعرت بالتفاؤل، وكانت الطبيبة تخبرني أنها فترة وستمر. حاولت التفكير في الأفكار الإيجابية وأتذكر معاناتي مع السمنة والتنمر، كل ذلك ساعدني كثيرا في التعافي التام. أحدثكم وقد مرت 9 أشهر على العملية، لا أستطيع أن أصف لكم قدر سعادتي بعد أن خسرت 30 كيلوغراما من وزني، الأمر الذي جعلني أنسى الندم والاكتئاب وكل المشاعر والأفكار السلبية بعد التكميم، وكانت هذه تجربتي مع الاكتئاب بعد التكميم. وفي الختام، عزيزي المتكمم، حالتك النفسية بيدك، أنت من اتخذ قرار العملية، إذن لماذا الحزن وأنت مقبل على حياة أفضل إن شاء الله؟ كل ما عليك هو التفاؤل، ولا تستسلم أبدا للاكتئاب. شكرا دكتور، وشكرا مشاهدي تلفزيون السمنة الكرام، ولا تنسوا عمل لايك للفيديو، ونشر الفيديو للأصدقاء والأقارب. مع تحياتي تلفزيون السمنة، وتحياتي دكتور عاطف أحمد.